فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول: إمام مسجد بالأمس وبعد صلاة العصر مباشرة تكلم فقال: تواترت الأنباء أن كسوفا سيقع وسنصلي في الساعة 4:30 فلتحضروا، هل هذا أمر مشروع؟ ما تجب صلاة الكسوف إلا إذا رؤي، ولا يعمل بالخبر أو كلام الفلكيين، ما يعمل به حتى يرى الكسوف. إذا رأيتم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. نعم. فضيلة الشيخ، ولا يجوز له يعلن هذا، ما يجوز له يعلن هذا حتى يظهر الكسوف ويرى. نعم. فإذا رؤي ينادى الصلاة جامعة ويحضرون، اللي يحضر معه يصلي. نعم.